السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعرض مشكلتي عليكم جميعا. أنا اشتريت عربية هونداي توسن في أول نوفمبر، وبعد ما اشتريتها في أول يوم جيت أدور العربية الصبح، لقيت العربية الأر بي إم بيطلع فوق الاتنين ونص، والعربية عمالة ترعش جامد. اتصلت بالتوكيل ورحت بعد 3 أيام، لأن رحت المعرض الأول اللي اشتريت منه العربية، قلت لهم يا إخوانا أنا اشتريت العربية ديت النهاردة ولقيت الأر بي إم بيعمل الاتنين ونص فوق الاتنين ونص وبتترعش. قالوا لي لا مفيش مشاكل يا فندم، روح التوكيل يعمل لك سوفت وير. رحت التوكيل خدت ميعاد ورحت عملوا لي سوفت وير. روحت تاني يوم بدور لقيت نفس الحكايه، بتعمل 2.5 وترعش. وبعد كده اتصلت بيهم قلت لهم ازاي يا اخوانا، قالوا لي خلي العربيه عندنا ونشوف اللي انت بتشوفه، بيتها عندنا. بيتها قعدت 9 ايام ما يردوش عليا ولا عايزين يدونا العربيه، وبعد 9 ايام قالوا لي احنا غيرنا الحساس وطلع مش الحساس، فمعلش احنا نتصل بكوريا وعملنا لجنه وعملنا كنترول عليها. فببص لقيتهم قالوا لي هنتصل بيك، اتصلوا بيا بعديها باسبوعين، فضلوا مدوخني. وبعد كده قالوا لي معلش هات العربيه تاني، عرفنا ان المشكله ايه، طلع وحده الكنترول هنغيره، غيروا وحده الكنترول. وبعديها بدور لقيت نفس المشكله هي، وببص لقيت وانا مروح لقيت العربيه دخنت مني وناس وقفوني في الشارع، الموتور دخن. بعد كده اتضايقت طبعا ورحت لهم زعقت قلت لهم العربيه نفس الحكايه ودخنت مني، قالوا لي معلش احنا هنتصل بكوريا وهنصور العيب ايه، وصوروا العيب وبعتوه لكوريا. 4 اشهر مدوخني، وفي الاخر خالص رحت رايح حمايه المستهلك، عملت شكوى وحمايه المستهلك طبعا قعدت جي شهر قبل ما عملوا لي لجنه. بعد اللجنه قالوا لي انا عارضها على كليه الهندسه عشان هي اللي تحدد. رحت كليه الهندسه، اول ما دوروا العربيه قالوا لي لا ده عيب خطير، الموتور اب نورمال مش كويس، في صوت عالي جدا، والار بي ام بيطلع فوق الاثنين ونص، والعربيه بترعش. وبلغوا الكلام دوت وطلعوا تقرير بيه. وبعد كده واحنا هم قالوا اصلا غيرنا حساس وغيرنا وحده كنترول وغيرنا بطاريه ومش عارفين يعملوا حاجه تانية. طب ادوني فلوسي، مش عايزين يدوني فلوس، ومدوخني لحد دلوقتي. وبعد كده كليه الهندسه رجعتني لحمايه المستهلك، رحت حمايه المستهلك تاني عملوا لي جلسه، كان معادها النهارده، رحت الجلسه النهارده. سياده اللواء احمد مشكورا قال لهم يا اخوانا العربيه فيها عيب، قالوا لي لا ما فيهاش عيب احنا هنصلحها. طب تطلب ايه؟ قلت لهم انا عايز فلوسي، دافع 500,000 ينفع ان انا عربيه زيرو لحد دلوقتي متبهدل ومش عايزين يدوني فلوسي؟ دي شركه هونداي بتاعت غبور، دي غبور، فين الثقه؟ مفيش ثقه. فلو سمحتم من يهم الامر ارجوكم تحلوا لي المشكله، ومحدش يشتري حاجه من غبور لان فعلا مدوخني، الشركه مش عايزه تعترف بالاعطال اللي في العربيه، وبتبقى عماله تصلح فيها مش عايز العيب يتصلح، ومش عايزين يدوني فلوسي، ده ياخده ربنا. ارجوكم من يهم الامر يساعدني، العربيه بتدخن والموتور بيرعش وحاجه فظيعه. ارجوكم هونداي توسن زيرو. بصوا يا فندم، بصوا حضراتكم، بصوا العربيه عامله ازاي، ينفع العربيه تكون زيرو وعماله فيها المشاكل دي كلها؟ شوف العربيه كلها زيرو، ينفع الكلام ده؟ ومش عايزين يدوني فلوس لحد دلوقتي مدوخني، هم عايزين ايه؟ دي شركه، بصوا العربيه كلها حرام، زيرو، الموتور بايظ. طب ايه المشكله؟ طب اللي هم يدوني فلوسي، ارجوكم محدش يشتري حاجه تقول هونداي توسن غير موثوق فيها، حرام. وبعدين حرام انا اشتري عربيه وادفع 500,000 لحد دلوقتي محدش عايز يديني حاجه. فارجوكم من يهمه الامر ساعدوني ان انا اخد فلوس بعد اذنكم. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله.